أبدأ بسم الله مستعينا قاض به مدبرا معينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع والذي هو بعنوان فوائد من كتب العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده من الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. إذا أعجبك هذا المقطع لا تنسى أن تدعمنا بالاشتراك في هذا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لابد لي من امتثال سؤدي الممتثل، فقلت مع عزمي ومع اشفاقي معتمدا على القدير الباقي.